السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو سأضع فيه ثغرة من ثغرات موقع إيجرال. هذا الموقع فيه ثغرات كثيرة، لكنني اخترت لكم الثغرة التي رأيتها يعني أكثر دقة وأكثر نجاحا حسب ما رأيته من فيديوهات على اليوتيوب. أردت أن أقاسمكم هذه الثغرة قبل أن أسحب منها وقبل أن يتم اكتشافها، لذلك لا تبخلوا علي بزر لايك وسبسكرايب في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. راح نحط لكم هذا الموقع في الديسكريبشن. تدخل أول شيء تعمله هو جومسكي غاتيتمو. لما تدخل إلى الموقع راح يعطي لك $3 مباشرة، إما تدخل بجوجل أو بفيسبوك أو تملأ البيانات هذه بسرعة، تضغط جيلي جاكسبت ثم هنا ثم كريمو كونت جراتويتمو. تمام، الآن سأدخل على واجهة الموقع. هذه هي واجهة الموقع. مثل ما تلاحظون عندي 32.63، لكن هنالك سر في ذلك. أول شيء يمكن أن تحمل اكستنسيون تاع ايجرال يعطيوك عليها $1 مجانا، يعني يكون عندك 3 يصبحوا 4. تمام، هنا لدي ارباح في الانتظار، ممكن توصل غدا او توصل في 4 ديسمبر، لان كل طلب قمت به على حدة. اهم شيء لازم نفعله الان ندخل على اميكادو. اميكادو تكتبها هنا اميكادو، هذا هو اميكادو. قبل ان تدخل الى اميكادو تذهب الى جوجل، تحمل برنامج هولا في بي ان لجوجل كروم، تكتب هولا في بي ان على جوجل، او ساترك لك الرابط في الاسفل وادخل عليه بكل سهولة. ندخل على هولا في بي ان ثم تضغط هنا على اجوتي اكروم. انا كنت عملت له اجوتي من قبل. الان نعود الى الموقع. لما نكتب اميكادو في الاعلى تظهر لك هذه النافذه، تدخل الى اون بروفيت، تنتظر قليلا راح يتفعل الكاش باك لوحده ويبعثك الى موقع اميكادو. اول شيء تقوم به تختار مثلا كادو بورفان، انت تكون مفعل للفي بي ان في فرنسا، لازم يكون الفي بي ان الفرنسي مفعل. تابعني جيدا اخي الكريم، لازم في بي ان فرنسا يكون مفعل. مثل ما تلاحظون انا في بي ان فرنسا مفعل من قبل، راح يبقى مفعل على الموقع حتى انت تختار انك تعمل له ديزاكتيف. الان نختار مثلا هاد الحولي ثم ننزل الى الاسفل. نعطيكم موقع، هذا الموقع يعطي لك اسماء وشخصيات خيالية. ها هو الموقع، تختار فام، تختار هنا فرنسي، هنا فرنسا، نضغط على جينيري. لما تضغط على جينيري راح يعطي لك اسم تاع فتاة ولقبها. لما يعطيك اسمها ولقبها تروح الى موقعنا هنا، مثلا نحطه هنا كريستيان، راح يكتب لك في هاد الحولي اسم كريستيان. الان نضغط اجوتي اوباني ثم كوموندي ثم نضيف هنا مثلا 2 أو 3. انا اختار انني منفوتش 120 اورو حتى لا يكون هنالك اشتباه فيما اقوم به، لذلك أخي لا تفوت 120 أورو. اضغط على كوموندي ثم هنا ماذا تقوم بفعله؟ تذهب إلى الموقع الذي أعطيتك إياه، تبحث عن إيميل هذا الشخص، هاد الفتاة، توضع الإيميل هنا، هنا مادام وليس مسيو، هنا لقبها، لقبها كريستيان، اسمها، تملأ البيانات بشكل عادي.
انتهينا من ملء البيانات مثل ما تلاحظون. وضعه هنا باري، هنا باري. سوسيتي يمكن لا تضع أي شيء بما أنه لا يوجد نجمة هنا، والباقي يبقى مثل ما هو. نضغط على فاليدي اي كونتينيو فقط. هنا تلاحظوا رقم الهاتف يطلب منكم أنه يكون هذا الرقم غلط، فأوضعوا 06 أحسن. اختاروا أي رقم من 06 وغيروا فيه مثلا هكذا. الآن ناخذ أقصر مدة في هاد العملات، كاين طرونت نوفمبر وكاين في أيضا طرونت نوفمبر ماكسيموم، وكاين في 4 ديسمبر. هذه تربح عليها هكذا، هذه تربح عليها هكذا، هذه تربح عليها هكذا. احنا نختاروا هذه، ممكن تختاروا اي واحدة اخرى من دون اي مشكلة. نضغط فاليدي، ننزل الى الاسفل، نخيروا الدفع عن طريق شك او فيرمو، يعني حتى تصل السلعة الى الشخص. نضغط باي، يقول لك برافو فوتر كوموند اي تون ريجستري، يعني انتهينا من العمل على الثغرة. مثل ما تلاحظون بقي كل شيء مثل ما هو حتى يتم قبول عملنا الذي قمنا به، يعني طلبنا للشراء. إذن أترككم تجربون الثغرة، تتركون لرأيكم. إن شاء الله راح أسحب غدا لطرونت، إن شاء الله راح أسحب من الموقع. أقل شيء للسحب هو 20 أورو. ممكن تجيبوا إحالات، وهذه الإحالات تعمل على نفس الثغرة وتربحوا معهم إن شاء الله. تهلا في روحكم خوتي، سلام.